بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. وأنا الخائف الذي آمنته. لكل واحد منا فيما يمر به في الحياة حالة خوف، قد يخاف الإنسان من عدو، وقد يخاف الإنسان من حيوان، وقد يخاف الإنسان من حالة كونية كمن يخافون مما يأتي به الظلام أو من الرعد والبرق والزلازل وما إلى ذلك من الأمور التي يخشى منها الإنسان على نفسه أو على أهله أو على ماله. ثم يأتيه الشعور بالأمن أو تتهيأ له وسائل الأمن. هذه حالة إنسانية، أن الإنسان قد يكون خائفا من كل ما يخيف الناس ثم يأمن، وقد يتصور في نفسه أن الأمن قد جاءه من خلال فلان الذي أمنه، أو من خلال بعض الأشياء التي يملكها ليحصل على أمنه من خلالها. ولكن الإنسان المؤمن كما يعلمنا الإمام زين العابدين عليه السلام يعتبر أن الله وراء ذلك كله. فإذا كنت قد حصلت على الأمن من خلال ما لديك من القوة التي تستطيع أن تدفع بها من يخيفك، ففكر أن الذي أعطاك القوة هو الله، ولا حول ولا قوة لك إلا بالله. وإذا كان الذي أعطاك الأمن هو إنسان أو جماعة معينة، فاعرف أن الله هو الذي ألهمهم ذلك، وهو الذي حول قلوبهم إليك ليمنحوك الحماية ولينفتحوا عليك في كل أمورهم ليعالجوا كل أمورك. ونتذكر دائما في كل أمورنا الآية الكريمة: فما بكم من نعمة فمن الله. وعلينا أن نتعلم من إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كيف كان ينظر إلى الأشياء من خلال الله، فقد نسب إليه أنه قال: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله خلفه أو معه، لأنه ليس هناك شيء في الكون مستقل بذاته، ما في استقلال. الشمس، القمر، السماوات، الأراضين، الله هو الذي أمسك السماوات والأرض أن تزولا،
ولولا أنه أمسكهما لزالت لها. ما في هناك، كله بيد الله وبقوة الله. فعلينا إذا رأينا أي شيء فنحاول أن ندرس أن الله وراء ذلك الشيء، فنتعلق بالله قبل أن نتعلق بالأشياء التي هي بمثابة الأدوات التي يحركها الله في حياة عباده. ولذلك ورد أنه الإنسان دائما إذا أراد أن يشكر أحدا على بعض الجميل الذي يوجهه إليه لا يقول له لولا أنت لهلكت، يقول لولا أن من الله علي بك لهلكت. يعني واحد إجا مثلا أعطاك حماية، تعبير الطبيعي عندنا لولا فلان أنا كنت رحت، دمرت، تحطمت. شيك جاء في الحديث عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني ما في واحد مؤمن إلا وعنده هيك نوع من أنواع الشرك من حيث لا يشعر. قال أن تقول لولا أنت لهلكت، لولاك أنا كنت رحت اتدمرت، هذا شرك بالله. يعني تركت الله، أنت جعلت القضية لهذا الإنسان. قال إذن كيف نقول؟ نحن نضطر أن نعبر عن إحساسنا وشعورنا بالناس الذين يخدموننا، بالناس الذين يحموننا يحرسوننا، كيف نعبر عنهم إذا هذا شرك؟ كيف نعبر؟ قال أن تقول لولا أن من الله علي بك لتدمرت. يعني أنت لما تدرس هذا الشخص الذي إجا حماك وحرسك فكر أن الله هو الذي هيأ لك، هو الذي منّ به عليك، هو نعمة من نعم الله أرسلها إليك ليحميك الله من خلالها. هذا عند ذلك عرفت مقام ربك وقدرت للإنسان هذا عمله. ولذلك بعض التعابير الموجودة عندنا بالطريقة الشعبية هي هذه شرك في التعبير، وإن لم يكن الإنسان قاصدا. عندما تذهب إلى إنسان تقول له ما إلي إلا الله وأنت، الله وانت، يعني معناها انت شيء غير الله. موضوع هذا ما لي الا الله، والله سخرك الي، والله يسخرك الي، الله يلهمك ان تفعل ذلك. اما ان تتصور ان الله سبب مستقل وان هذا سبب مستقل، هذا شرك بالله سبحانه. أو أنه التعبير الشعبي الآخر أتكل على الله، اتكالي على الله وعليك، توكل على الله المؤمن ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني شو معنى فهو حسبه؟ يعني هو كافيه، ما يحوج الله الأحد، لأن الله هو يتدبر أمره، يحول لك قلوب الناس، يهيئ لك الوسائل، ينجح لك مشاريعك. الله سبحانه وتعالى هو الذي، هذا شرك في التعبير. يقين أي إنسان ما يقصد لما يقول اتكالي على الله وعليك أو ما إلي إلا الله وأنت، يقينا ما يقصد أن فلان مثل الله، هذا مؤكد، لكنه شكل التعبير هو شكل شرك، أنك كأنك تساوي بين هذا الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. يعني نقطة يجب أن نلاحظها، إنسان المؤمن ليس عنده إلا الله،